الحارة، فيلم أردني جديد يثير الجدل والحنق على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد يراه مستوحى من الواقع الأردني ومعارض يرى فيه نشرا لصورة خاطئة عن الشعب الأردني وترويجا لمواضيع هابطة وألفاظ نابية غير أخلاقية. الفيلم من إنتاج الهيئة الملكية للأفلام ومؤسسة الدوحة للأفلام بالإضافة لمعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام بالسعودية. بدأ عرضه على منصة نتفليكس في 5 من كانون الثاني الجاري. تدور أحداث الفيلم في إحدى الحارات الشعبية في الأردن، وتتمثل بمشاهد جمع أتاوات أو خاوات، نوادي وملاهي ليلية، علاقات غير شرعية، ابتزاز وقتل، ومشاهد خادشة للحياة إلى آخره، بالإضافة لألفاظ وصفت بالسوقية. منصات السوشيال ميديا ضجت حول الرسالة المبطنة المراد إيصالها من وراء مثل هذا الفيلم. تقول ديما طهبوب، الدكتورة ديما وهي عضو سابق في مجلس النواب الأردني، في تغريدة لها على تويتر: من المسؤول عن الأفلام والمسلسلات التي تنتجها مؤسسات أردنية تصور الشعب الأردني حشاشا يعيش على المخدرات والعلاقات المحرمة، وبمجرد أن يفتح فمه تنطلق منه بالوعة صرف صحي؟ لنفترض أن هناك مشكلة في القيم والأخلاق، فهل تمثل حالة تقدم للعالم على المنصات كصورة للشعب؟ وهل هذه طريقة علاجها؟ الكاتب مالك عثامنة أيضا من الذين علقوا على هذا الفيلم، لكن كان له رأي مغاير، يقول: ببساطة لو قام التلفزيون الأردني ببث فيلم الحارة فيمكن أن أتفهم غضب مشاهدين يحتجون على شاشة حكومية تستوفي منهم دينارهم اليتيم ومن خزينتهم العامة رواتب مؤسسة التلفزيون. لكن فيلم الحارة الذي أعجبني جدا على حد قول مالك يتم بثه على منصة عالمية فيها ما يقرفني وما يعجبني، وهذه تعود إلى ذوقي الذي يختلف عن ذوق غيري، ولي خيار انتقاء ما أريد، وهي خدمة أدفع ثمنها من حر مالي وبقرار مني لا ضريبة قسرية. أما قصة لا يمثل مجتمعنا فخيطوا بغير هالمسلة، يمثل ما هو حولنا وبيننا وفينا في مجتمعنا المتعدد والذي فيه بين قوسين طبعا على حد تعبيره وساخات أكثر من ذلك. هذا رأي مالك عثامنة. الكاتب عمر علمات يرد عليه لكن ضمنيا طبعا، يقول في تويتر: لا أحد ينكر أن فيلم الحارة يتناول قضايا موجودة في مجتمعنا، ولكن عندما تقدم معالجة درامية عليك أن ترتقي بالمعالجة لا أن تهبط إلى وحل القضية. السؤال: ماذا أضافت الألفاظ المشينة والسوقية للنص؟ وهل سيتأثر السرد الإعلامي للفيلم لو حذفت، أم أن هناك غاية في نفس يعقوب؟ هكذا يقول عمر علمات. هدين البطوشي اختصرت الموضوع ب4 كلمات، قالت في تويتر: الدراما الأردنية ذنوب على الفاضي. محمد الفايز أيضا علق على موضوع فيلم الحارة وقال في تويتر: نتمنى من وزارة الإعلام فيصل أشبول إيقاف هذا الفيلم المسيء للشعب الأردني ومحاسبة جميع من قام عليه، ونحن كأردنيين والكل يعلم أن هذه ليست أخلاقنا ولا مكانتنا بين الشعوب في هذه الأقوال الساقطة، والفيلم لا يعالج أي مشكلة مجتمعية وإنما فقط يفضح ويشكك في أخلاق الأردنيين. مدير هيئة الإعلام بشير المومني قال إن الهيئة حذفت كل الألفاظ والمشاهد الخارجة عن قيم المجتمع الأردني قبل بث الفيلم في دور السينما الأردنية، وما عرض مؤخرا على شبكة نتفليكس هو ما أثار غضب الأردنيين. للحديث أكثر عن فيلم أميرة يسرني أن يكون معي عبر سكايب المخرج والناقد السينمائي زيد غزال. أهلا ومرحبا بك سيد زيد. حياك الله، أهلا وسهلا. من وجهة نظرك كمخرج وكناقد، ماذا يضيف فيلم الحارة للمسيرة الفنية سواء في الأردن أو بشكل عام في العالم؟ والله يا أستاذ نور، هذا السؤال أنا ما أردت أن أطرحه أنا أصلا كناقد. الآن إحنا لما بنبحث يا أستاذ نور في الدراما دائما أو في أي منتج، نعم، نبحث في الرسالة التي أراد أن يوصلها القائمين على هذا المنتج. مع كامل الاحترام لزميلي وصديقي النجم منذر الرياحني، إلا أني يعني أقول أنكم في هذا المنتج أسأتم لنا، أسأتم للشعب الأردني بأكمله، أسأتم حتى للأجهزة الأمنية الموجودة في الأردن.
أساتم لعاداتنا وتقاليدنا، أساتم لكل ما تربينا عليه. ليس من المنطق وليس من المعقول أن تكون حاراتنا وقرانا مليئة بهذه الوساخات، ليس من المعقول أن تكون مليئة بالعلاقات المحرمة، مليئة بهذا القتل، ومليئة بهذه الألفاظ البذيئة. نعم. ولو تحججتم وقلتم أن هذا هو جزء من الواقع، نعود لمسألة الواقع والإصرار على دائما نخرج أسوأ ما في الواقع. لماذا؟ سؤال، لماذا نخرج أسوأ ما في الواقع؟ صحيح، هي ربما السؤال هل تنحصر أساليب عرض الواقع ومعالجته يعني في تبيان أسوأ أوجه المجتمعات، على افتراض أن هذا الفيلم يعكس بعضا من الواقع كما تفضلت؟ أستاذ نور، يعني حتى أني أقول أن هذا ليس من الواقع، يعني في الدراما أنا أقول أن هذا أشبه بالدراما المكسيكية، ليس لها شأن في الأردن. ليس عندنا جرائم قتل لا يحاسب عليها أحد. نعم. ليس عندنا جرائم توات وخوات بهذا الشكل والعصابات المنظمة ولا يحاسب عليها أحد. هذا يعني يهز الأمن المجتمعي في الأردن. إذا أردنا أن نصدر الأردن ونقول أن الأردن مليء بالعصابات، مليء بالخوات، مليء بالأتوات، مليء بالجرائم، مليء بالدعارة، ماذا أردنا أن نقول؟ ماذا نقول للخارج؟ ماذا نريد أن نصدر أنفسنا للخارج ونقول لهم؟ أرجع وأقول أن هذا ليس من الواقع أصلا، ليس من الواقع. من أراد أن يتحجج بحجة الواقع ويقول أن هذا موجود بحاراتنا، أقول له لا. طب سيد زيد، أين نقطة الضعف سواء في المجتمع الأردني أو في الإعلام أو في مطابخ صنع القرار؟ أين نقطة الضعف التي جعلت مثل هذه الأفلام تتصدر وتنتشر بالمقابل الإعلام الهادف والأعمال الهادفة التي فيها قيم إيجابية نكاد لا نراها؟ والله يا أستاذ نور، إحنا بنتعرض من فترة يعني ليست قصيرة إلى هجوم صارخ وواضح على قيمنا وعلى أخلاقنا، واضح تماما في أغلب المنتجات التي تم إنتاجها على الأرض الأردنية، سواء بكوادر أردنية أو بإنتاج شبكات عالمية. كل الإنتاجات في الفترة الأخيرة تنمط عملية الإنتاج الأردني أو الإنتاج العربي بأنه هذا الإنتاج يجب أن يحتوي على ألفاظ بذيئة، يجب أن تكون هناك علاقات وجرأة على الكلمات الجنسية والإيحاءات الجنسية. نعم. الآن في عملية تنميط للدراما بهذا الشكل، وكل من أراد أن ينتج، أنا من هنا أحذر كل من أراد أن ينتج مستقبلا كما حصل مع الكتاب الروائيين. كتاب الروائيين جعل هناك نمط للرواية. نعم. أن الرواية يجب أن يكون بها العديد من المشاهد الساخنة المكتوبة حتى يقال أن هذا جزء من الواقع، ومن لم يكتب بهذا المنطق وبهذا الأسلوب لا يعتبر أنه كاتب روائي. نفس الشيء إحنا كصناع للأفلام وكمخرجين، أنا أقول أننا في المستقبل سنتعرض لهذا الشيء، وسيكون كل بعد عملية التنميط التي تتخذ بدعم خارجي وشبكات خارجية، كل من أراد أن يقوم بإنتاج إذا ما كان بإنتاجه احتوى على ألفاظ بذيئة وما كانش هناك مشاهد ساخنة، لا سيقال له أن هذا إنتاجك غير واقعي وهذا إنتاج لا يمثل الواقع. سيواجه رفضا وربما يعني حرب عليه من أوساط عديدة. أشكرك جزيل الشكر. وهذا من الخطورة أستاذ نور، أننا نتحدث عن الذائقة المجتمعية. عندما أنت تهاجم الذائقة وتتحكم في الذائقة ويصبح الذائقة العامة للكل تتقبل هذا الأسلوب، بس لن تقف على فكرة التقبل، بس سيصبح هذا النمط السائد وسيصبح هذا النمط المطلوب. هنا أنت خدشت ليس فقط عاداتنا وتقاليدنا وخدشت قيمنا، هي محاولة ربما سيد زيد، محاولة لشرعنة الأمر حتى يصبح مستساغا ومتداولا في مجتمعاتنا. أشكرك جزيل الشكر، المخرج السينمائي والناقد زيد غزال، كنت معنا عبر سكايب. من فيلم أميرة إلى روابي، ثم الآن الحارة، ثم ماذا بعد؟ لا ندري.